الجزء الأول زوبعة مشاعر. الحياة مليانة بالانعطافات اللي بنتقعهاش، بتجيب معاها الفرح والحزن. كل لحظة ممكن تكون مليانة بمشاعر متناقضة، وده اللي بيخلي الحياة مليانة بالتحديات والمفاجآت. الفنان المصري علاء مرسي عاش ده بنفسه حقيقي. احتفل بفرحة كبيرة، فرح بنته وسط كل حبايبه. كانت لحظة مليانة بالسعادة والضحك، الكل كان فرحان ومبسوط. لكن زي ما الحياة بتديك لحظات فرح، برضو بتجيب لحظات صعبة. بس للأسف الفرحة دي متمتش، لأن انتشرت إشاعة بشعة عن وفاته زي النار في الهشيم. الناس على السوشيال ميديا بدأوا يتكلموا عن الخبر، والكل كان مصدوم. الإشاعات دي كانت صدمة كبيرة لعائلته وأصدقائه اللي كانوا لسه فرحانين من شوية. ودي مش أول مرة تحصل مع علاء، هو اضطر يقاوم إشاعات الوفاة دي كتير. كل مرة كان بيلاقي نفسه في موقف صعب، بيحاول يوضح الحقيقة للناس ويأكد لهم إنه لسه موجود وبيكمل في مشواره الفني. وكل مرة كان بيواجهها بقوة وإصرار، وبيأكد على تمسكه بفنه ومحبيه. علاء مرسي مش بس فنان موهوب، لكنه كمان إنسان قوي، بيقدر يتغلب على الصعوبات ويكمل في طريقه. الحياة مليانة بالتحديات، لكن علاء بيواجهها بشجاعة وإصرار. الجزء الثاني، مناسبة سعيدة. كان اليوم مليان بالحب والفرحة، وكل زاوية في المكان كانت بتعكس جمال وروعة المناسبة. فرح بنت علاء مرسي كان مليان حب وفرحة. العائلة والأصدقاء تجمعوا للاحتفال بهذا اليوم المميز، والكل كان مبتسم وسعيد. كان حفل كبير حضرته نجوم كبيرة من الوسط الفني. المشاهير كانوا جزء من الأجواء الرائعة، ووجودهم أضاف لمسة من الأناقة والتمييز. الأجواء كانت كلها احتفال، وده بيأكد على الحب والاحترام اللي بيلاقيه علاء في الوسط الفني وخارجه. الموسيقى كانت تعزف، والناس كانوا يرقصون ويغنون بفرح. ومن ضمن الضيوف كان في نجوم كبيرة زي محمد عادل إمام، اللي كان مبتسم ومبسوط بمشاركة العائلة في هذا اليوم الخاص. يسرى اللي كانت بتتألق بجمالها وأناقتها، وأحمد السقا اللي كان بيشارك الجميع في الرقص والاحتفال. هاني رمزي اللي كان بيضحك ويمزح مع الضيوف، وبيومي فؤاد اللي كان بيضيف جو من المرح والبهجة. وجودهم أكيد أضاف للفرح والبهجة. الحفل كان مليان باللحظات الجميلة، والكل كان بيستمتع بوقته. كانت ليلة لا تنسى، مليانة بالحب والفرح. الجزء الثالث، حب الأب. بالنسبة لعلاء، فرح بنته كان حلم واتحقق. لما شاف بنته بتبدأ فصل جديد في حياتها، ده ملأه فخر وفرح. كان صورة الأب الحنون مبسوط وهو بيمشي بنته عشان يسلمها لعريسها. فرحته كانت باينة على كل اللي حضر. دي كانت لحظة بتلخص جمال العيلة والحب والتقاليد. الجزء الرابع، شائعات قاسية. مع نهاية فرح علاء مرسي انتشرت إشاعة بشاعة على مواقع التواصل. كانت الإشاعة تتحدث عن وفاته المفاجئة، مما أثار دهشة وحزن الكثيرين. كل هبط بتنشر تعازي في وفاة علاء مرسي. الناس بدأت تكتب رسائل تعزية وتشاركها على صفحاتهم الشخصية، مما زاد من انتشار الإشاعة. الخبر انتشر بسرعة رهيبة، وده سبب حالة من البلبلة والقلق بين معجبيه وزملائه. الكل كان في حالة صدمة، يتساءلون عن صحة الخبر ويحاولون التأكد من حقيقته. الإشاعة كانت كاذبة ومؤذية في نفس الوقت. علاء مرسي كان بصحة جيدة، ولم يكن هناك أي أساس لهذه الإشاعة، وده بيأكد على الجانب المظلم للإنترنت اللي الإشاعات بتنتشر فيه بسرعة رهيبة وبتسبب ألم وقلق من غير أي سبب. الإنترنت أصبح سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون مصدراً للمعلومات الصحيحة، ولكنه أيضاً يمكن أن يكون مصدراً للإشاعات الكاذبة التي تؤذي الناس وتسبب لهم الألم النفسي. من المهم أن نكون حذارين ونتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو تصديقها. الجزء الخامس، توضيح الحقيقة. مع انتشار الإشاعة بشكل كبير، علاء مرسي طلع على مواقع التواصل عشان ينفي الإشاعة.
طمأن جمهوره أنه كويس وبخير، وأعرب عن استيائه من انتشار الإشاعات المؤذية. جمهوره فرح وطمأن بعد رسالته. رده السريع ساعد في التصدي للخبر الكاذب، وده بيفكرنا بأهمية التأكد من صحة الأخبار من مصادر موثوق فيها قبل تصديقها. الجزء السادس، كابوس متكرر. للأسف دي مش أول مرة علاء مرسي يواجه موقف زي ده. في لقاء تلفزيوني سابق قال إنه تعرض لإشاعات وفاة كتير وصلت لسبع مرات خلال 8 شهور، وأعرب عن ضيقته من تكرار الإشاعات دي وأرجعها لرغبة البعض في ملاحقة التريند وجمع المشاهدات. إن حد يستغل موضوع حساسي زي ده عشان مصلحته الشخصية، ده شيء مزعج للغاية. الجزء السابع، البحث عن الحقيقة. تكرار استهداف علاء مرسي بإشاعات الوفاة بيرفع علامات استفهام كتير عن انتشار الشائعات ومسؤولية صناع المحتوى، وده بيأكد على أهمية التفكير الناقد والتوعية الإعلامية في عصرنا الرقمي. قبل نشر أي معلومة على الإنترنت لازم نتأكد من صحتها من مصادر موثوق فيها. تصديق ومشاركة المعلومات من غير التأكد منها ممكن يكون له عواقب وخيمة. الجزء الثامن، المضي قدماً برقي. رغم كل الضيق اللي سببته الإشاعات المتكررة، علاء مرسي بيتعامل مع الموقف برقي وقوة، مركز في شغله وبيسعد جمهوره بأعماله الفنية. إخلاصه لفنه ولجمهوره ده دليل على أخلاقه العالية. رافض إنه يسمح للإشاعات المغرضة دي إنها تمنعه عن مواصلة شغفه. الجزء التاسع، رسالة شكر. خلال المحنة دي علاء مرسي أعرب عن شكره وتقديره لحب ودعم جمهوره وأصدقائه وزملائه. ثقتهم الكبيرة فيه بتدعمه وبتخليه يستمر في إسعاد جمهوره بفنه. قصته بتذكرنا بأهمية الترابط الإنساني خصوصاً في وقت الشدة، وبتسلط الضوء على قوة الحب والدعم في تخطي الصعاب والخروج.